كذلك قطاعكم مهم جدا في هذا الظرف الحساس. كذلك المعروف أنه قطاع الموارد المائية ونحن نعيش في ظل جائحة كورونا وخلال فصل الصيف فيه طلبات متزايدة للمواطنين سواء المتواجدين في حجر جزئي المتواجدين في مناطق وخلينا نقول بلديات انتشر فيها الوباء. من دون شك قطاعكم يسجل حضوره خلال هذه الجائحة. حقيقة يعني رغم صعوبة المرحلة وإن سرحنا أكثر من 50% من عمال القطاع، لكن اللي بقاو تجندوا يعني بكل قوة ورانا نوصلوا في الخدمة العمومية وإن شاء الله نكملوا ونولوا نديروا خدمة أحسن للمواطنين خصوصا في المرحلة اللي هي تعتبر يعني مادة أساسية. يعني أعطيني هذه الفرصة يعني لو سمحتم أن نتقدم إلى سكان مدينة ميلا لكي لأطمئنهم أنه تمت معاينة سد بني هارون بعد حدث الزلزال في الصبيحة، وقامت فرقنا بالتفتيش والفحص وقياس كل التجهيزات والحمد لله السد راه سالم وما كان حتى معالي الوزير. شفنا صور خلال الصبيحة في حجارة تساقطت أمام الطريق المحادية للجسر، ما أثرتش على هياكل الجسر أو حتى على السد بني هارون. أؤكد لكم أن السد سليم، وهذه الحجارة هي حجارة كانت يعني في الأصل ما التي ديسلوكي ما كانتش لافقة في الآخر، الهزة سمحت لها باش طاحت، والسد يعني قلنا راه مجهز بتجهيزات يعني بتكنولوجيا عالية وسمحت لنا بنقوم بكل القياسات فيما يخص الضغط فيما يخص التحركات والسد سليم 100% ويطمئنوا مواطنينا. هذه رسالة مطمئنة لكل سكان ميلا ولكل سكان المنطقة. وفي الأخير يعني نزيد أكدوا على تضامننا مع الجيش الأبيض وإن شاء الله ربي يرفع علينا هذا البلاء ويرحم كل الموتى. إن شاء الله. شكرا لك سيد براقي رزقي وزير الموارد المائية، حدثنا على المباشر عبر مكالمة هاتفية.